بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية مع تدريبات على درس إسلامية مصر. السؤال الأول: بما يدافع الشاعر عن مصر؟ الإجابة: يدافع الشاعر عن مصر بيده وفؤاده، ويتبين ذلك من خلال قول الشاعر: ومعي قلبي وعزمي للجهاد. وفي قول الشاعر أيضا: ذي يدي إن مدت الدنيا يدا. السؤال الثاني: ماذا يتمنى الشاعر لمصر في الحاضر والمستقبل؟ الإجابة: يتمنى الشاعر لمصر حاضرا طيبا ومستقبلا مشرقا. السؤال الثالث: ما دعاء الشاعر لبلاده مصر؟ الإجابة: دعاء الشاعر لبلاده مصر هو أن تسلم من كل سوء في كل وقت وحين، ويتبين ذلك من خلال قول الشاعر: واسلمي في كل حين. السؤال الرابع: اذكر الأبيات الشعرية التي تعبر عن المعاني التالية: لن تخضعي ولن تذلي مصر أبدا. الإجابة: البيت الذي يدل على هذا المعنى قول الشاعر: أبدا لن تستكيني، أي لن تخضعي أبدا، إنني أرجو أي أتمنى وأطلب مع اليوم غدا. سلمت يا مصر من الأعداء، ما البيت الذي يدل على هذا المعنى؟ الإجابة: لك يا مصر السلام وسلاما يا بلادي. إنني أدافع عنك بقلبي وعزمي، ما البيت الذي يدل على هذا المعنى؟ الإجابة: من خلال قول الشاعر: ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين. السؤال الخامس: على ما يدل كل تعبير من التعبيرات التالية؟ ذي يدي إن مدت الدنيا يدا، على ما يدل هذا التعبير؟ هذا السؤال يا أبنائي هو نفس السؤال الذي يقول: وضح الجمال في التعبير. فقد يأتي السؤال بأكثر من طريقة: على ما يدل التعبير، وضح الجمال في التعبير، وضح ما يدل عليه هذا التعبير، وهكذا. الإجابة: تعبير يدل على استعداد الشاعر للتضحية بنفسه. ماذا أفاد تكرار الشاعر لكلمة مصر؟ الإجابة: التكرار أبنائي وبناتي يدل على تأكيد الشيء، وتكرار كلمة مصر في هذا البيت تأكيد على شدة حب الشاعر لمصر. التقية بفؤادي تعبير يدل على عزم الشاعر على التضحية بنفسه دفاعا عن وطنه. السؤال السادس: بما دعا الشاعر لمصر كما تفهم من البيت الأول؟ والبيت الأول أبنائي وبناتي الذي يقول فيه الشاعر: إسلامي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا. الإجابة: دعا الشاعر لمصر كما أفهم من البيت الأول بأن تسلم من الأعداء من خلال قوله: إسلامي، فعل أمر الغرض منه الدعاء. السؤال السابع: ماذا يفعل الشاعر إذا تعرضت مصر لاعتداء الأعداء؟ الإجابة: تسبق يد الشاعر أيادي الدنيا كلها إذا اجتمعت للدفاع عنها ضد الأعداء، ويتبين ذلك من خلال قول الشاعر: ذي يدي إن مدت الدنيا يدا. السؤال الثامن: ماذا يتمنى الشاعر لمصر كما تفهم من البيت الثاني؟ الإجابة: يتمنى الشاعر لمصر كما أفهم من البيت الثاني ألا تخضع ولا تذل أبدا، وأن يكون لها حاضر طيب ومستقبل مشرق، ويتبين ذلك من خلال قول الشاعر: أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا. السؤال التاسع: بما يدافع الشاعر عن مصر كما تفهم من البيت الثالث؟ الإجابة: يدافع الشاعر عن مصر بقلبه الذي ينبض بحبها وعزمه وإصراره على نصرها. السؤال العاشر: إذا أصاب الدهر مصر بمصائبه فماذا يفعل الشاعر لمصر؟ الإجابة: إذا أصاب الدهر مصر بمصائبه يفديها الشاعر بروحه وقلبه، ويتضح ذلك من خلال قول الشاعر: إن رمى الدهر سهامه أتقيها بفؤادي. السؤال الحادي عشر: ما الجمال في قول الشاعر: رمى الدهر سهامه؟ الإجابة: تخيل الشاعر الدهر وهو الزمن إنسانا يرمي السهام وهي المصائب تجاه مصر ويصوبها ناحيتها. السؤال الثاني عشر: ما الجمال في استخدام الشاعر للفظي اليوم وغدا؟ الإجابة: بين الكلمتين تضاد يقوي المعنى ويوضحه. والآن أبنائي وبناتي أترك لكم الإجابة على أسئلة التدريبات، ويمكنكم التواصل معنا على موقعنا التعليمي نفهم نتعلم ببساطة. السؤال الأول: بما يدافع الشاعر عن مصر؟ السؤال الثاني: ماذا يفعل الشاعر إذا تعرضت مصر لاعتداء الأعداء؟
السؤال الثالث: ماذا يتمنى الشاعر لمصر كما تفهم من البيت الثاني؟ السؤال الرابع: ما الجمال في قول الشاعر رمى الدهر سهامه؟ إلى هنا أبنائي وبناتي يقول انتهى درس اليوم، شكرا لكم ونترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.